أهلا بيكم أصدقائي طلاب الصف الخامس الابتدائي بنكمل منهجنا الـ Connect 5 والنهارده هنبدأ مع بعض دراسة يونيت 10 اللي عنوانها Let's visit Egypt. Let's visit Egypt يعني هيا نزور مصر. Hey, listen وين عنوانه؟ Uh, we love Alexandria. We love Alexandria. إحنا بنحب اسكندرية. نبدأ بقراءة الفوكاب مِنت مِنت نعناع local cuisine local cuisine يعني مأكولات محلية أو يقصد طريقة أو أسلوب الطهي المحلي أو طبعا بما إننا بنتكلم في مصر يبقى المطبخ المصري local cuisine local cuisine Monument. monument اللي هي اثر الاثار يعني إيه، originally 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 يعني في الاصل vacation vacation إيه، اجازه او اجازه tourist tourist سائح ايه هناخد دلوقتي اماكن هنتكلم عنها في درسنا restaurant restaurant مطعم store store متجر market ماركت سو ميزيم ميزيم متحف بيتش بيتش شاطئ بانك بانك لو البنك فاكتوري فاكتوري مصنع لايبراري لايبراري ايه مكتبة روف جاردن روف جاردن حديقة على السطح هوتيل هوتيل فندق سوبر ماركت سوبر ماركت اللي ايه هو سوبر ماركت تاون تاون مدينة صغيرة طبعا المدينة الكبيرة بنقول عليها سيتي أو سيتي شوبينج مول شوبينج مول مركز التسوق ستيشن ستيشن يعني محطة سكوير سكوير الميدان الميدان اللي هو بيبقى منطقة ما بين شوارع كتير بنقول عليها سكوير عندنا كلمات زيادة سويت sweet حلو المذاق shopping shopping التسوق lovely lovely جميل mix mix خليط modern modern حديث relaxing relaxing مريح germany germany دولة المانيا traditional traditional تقليدي ingredients ingredients هي مقادير ليه في الطهي وكده uh, Friendly Friendly ودود uh, Population Population تعداد السكان Culture Culture ثقافة Traditions Traditions تقاليد بارسلونا بارسلونا uh, كلنا عارفين بارسلونا مدينة في أسبانيا England England إنجلترا دلوقتي ال conjugation of verbs نبدأ بالمجموعة الأولى اللي هي regular verbs visit visited يزور remind reminded يذكر يفكر حد بحاجة own owned يمتلك serve serve served يقدم طعام يقصد في المطعم بيقدم طعام إيه move moved ينتقل chat chatted يدردش المجموعة الثانية ال irregular verbs think thought يفكر spend spent يقضي يقضي وقت يعني find found يجد مع ال important expressions and prepositions spend ages spend ages يعني اقضي وقت طويل chat to chat to يدردش مع near the sea near the sea بالقرب من البحر remind me of remind me of يذكرني بي poor books poor books يستعير كتب at the station at the station في المحطة show someone around يعني ياخد شخص في جولة prefer to prefer to يفضل أن on vacation on vacation في عطلة walk around walk around يتجول mix of mix of خليط من take the train take the train يستقل القطار يأخذ القطر يعني turn into clothes turn into clothes يتحول إلى ملابس find out find out يكتشف <applause> جايب لنا المين بوينتس للتكست اللي هنقراه دلوقتي، أهم النقط بتاعته. جينس is visiting Alexandria from Germany. شخص اسمه جينس بيزور اسكندرية من ألمانيا. جينس loves sitting in the roof garden of the hotel. بيحب يقعد في الروف جاردن بتاع الهوتيل حديقة السطح يعني. حنان owns a restaurant in Alexandria حنان بتمتلك مطعم في اسكندرية. The restaurant serves

شخص من باولو بيحب اسكندرية عشان بتفكروا بموطنه أو ببلده إيه قبل ما نقرأ درسنا خلونا نحل كويس صغير كده عشان نتأكد من إحنا فهمنا كل الكلمات I like to drink tea with with mint اللي هو بالنعناع We had lunch at an Italian yesterday Italian restaurant. Number three, I usually go to to read my favorite books. I could go to a library. Then, نبدأ نقرأ درسنا، أنواني درس. Why do we love Alexandria? لماذا نحن نحب الاسكندرية? Alexandria is a really exciting place to visit. إسكندرية حقا مكان مثير للزيارة. There is a lot to see and do here. يوجد هناك العديد من الحاجات تشوفها وتعملها هنا. It's a big city with lots of amazing restaurants, stores, markets and museums. طبعا بيقول لنا مدينة كبيرة فيها الكثير من المطاعم المذهلة والمتاجر. والأسواق والمتاحف. There is even a beach حتى يوجد هناك شاطئ. We asked some people who live there and the tourists what they think. سألنا الناس عايشة هناك وسياح ماذا تعتقدوا أو ما رأيهم في مدينة الإسكندرية. أول شخص جنس بيقول لنا رأيه I'm visiting Alexandria from Germany أنا بزور اسكندرية من ألمانيا I think it's really cool here أعتقد إنها مكان جميل I think there are some good museums أعتقد إن في متاحف كتيرة جيدة هنا But I haven't been to any yet ولكني ما روحتش لأي واحد منهم بعد أو حتى الآن I love just sitting in the roof garden of my hotel أنا بحب أوي أقعد في a roof garden بتاع الفندق drinking sweet Egyptian mint tea بحب أشرب um, الشاي بنعناع المصري الجميل and chatting to other people ودردش مع الناس التانية it's very relaxing طبعا موضوع مريح للغاية تاني يعني حد بيقول لنا رأيه حنان I've lived in Alexandria all my life تقول لنا أنا عشت في اسكندرية طول حياتي I own a restaurant here أنا بمتلك مطعم هنا So I have to say that you must visit my restaurant to try some of the local cuisine بتقول لنا وعشان كده أنا لازم أقول لكم أن أنتوا لازم تزوروا المطعم بتاعي عشان تجربوا بعض الأكلات المصرية أو المحلية Uh, we serve traditional Egyptian food. إحنا بنقدم الطعام المصري التقليدي using lovely fresh local ingredients. مستخدمين مكونات أو مقادير محلية طازجة وجيدة. We have excellent supermarkets. عندنا هنا أسواق أو supermarkets ممتازة. But I prefer to buy my ingredients at the market in the old town. ولكني بفضل إني أشتري المكونات بتاعتي من أسواق من السوق من البلدة القديمة أو المدينة القديمة. إيه شخصية تانية بتقول لنا رأينا دول اتنين مع بعض كيرا أند لينا وير فروم سمول تاون إن إنجلاند بيقولوا لنا إحنا من مدينة صغيرة في إنجلترا The stores aren't very good there المتاجر هناك أو مش كويسة أو بلدهم يعني That's what uh, we love most about Alexandria. عشان كده أكتر حاجة بنحبها في اسكندرية the shopping malls، الأسواق التجارية. We spent the ages walking around them. بنقضي وقت كبير أو طويل بنلف uh, حواليهم. Uh, we like the people. احنا بنحب الناس. They are so friendly. الناس فهنا ودودين جدا. شخصية كمان كريم بيقول لنا رأيه في اسكندرية. I'm Egyptian. أنا مصري. originally from Cairo, في الأصل من القاهرة. I moved to Alexandria last year and I love it here. بيقول لنا أنا انتقلت لإسكندرية السنة اللي فاتت وبحب أوي المكان هنا. I work in a bank. أنا بشتغل في بنك. My favorite place is the beach. The beach. أفضل مكان بحبه هنا هو الشاطئ. There isn't one in Cairo. طبعاً مفيش شاطئ في القاهرة. it can get very hot there, here in summer الجو ممكن يكون حر قوي هنا في الصيف so it's sorry. Um, it can get very hot here in summer. الجو ممكن يكون هنا حر أو في الصيف. So it's great uh, uh, to go there and swim. طبعا من الرائع إن إحنا نروح للشاطئ في ونعم. شخصية كمان بتقول لنا رأيه في الإسكندرية. Paolo I'm on vacation here from Barcelona. أنا في أجازة هنا من برشلونة. I like Alexandria because it reminds me of home. طبعا بحب اسكندريه عشان بتفكرني بموطني او بلدي. A big modern city near the sea اللي هي عباره عن مدينه حديثه كبيره بالقرب من البحر. I love the mix of modern and old buildings. انا بحب الخليط من المباني الحديثه والقديمه. Also, I like to find out about the uh, culture and traditions. وبحب أكتشف الكثير عن الثقافة والتقاليد. The library is amazing. أكيد بيقصوا طبعا مكتبة إسكندرية. خلونا نحل دلوقتي التمرين على الدرس بتاعنا. Uh, read and match. Number one. how to sell before aluminium why do you <clears throat> why do you love alexandria this is number one number two I moved to Cairo last week she buys fruits at the market I prefer to ناخد بنا prefer to لازم يقرأها verb في الinfinitive يعني أنا ممكن أقول I prefer to chatting with her طبعا لو كانت chat كان ينفع أنا بفضل ولكن طبعا الverb اللي في هنا اللي هو go go to the beach I prefer to go to the beach so it's number four number five the restaurant serves traditional Egyptian food number five وكده انتهى درسنا النهاردة يا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل الدروس الجديدة ريت تعمل شير للفيديوهات عشان تدعم القناة أشوفكم في الدرس القادم إن شاء الله سلام